السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، من جديد لقائنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، الحق العرض بسرعة، عرض ساري يا جماعة حتى نفذ الكمية. مجموعة أرانب يا جماعة، أمهات بعيالها للبيع، وعشار تقيل على ولاده. الام يا جماعه العشار 450 جنيه، والام الوالده ب 500 جنيه. العرض ده يا جماعه غالي شويه، بس الامهات ما شاء الله حاجه عاليه، الخلفات ما شاء الله حاجه عاليه، الدنيا حاجه ما شاء الله محترمه، احجام الخلفات يا جماعه كبيره ما شاء الله، حاجه كويسه جدا. امهات عشار تقيل على ولاده، الام 450 جنيه الام العشار، والام اللي بعيالها يا جماعه ب 500 جنيه، لهم 500 جنيه، الحق العرض بسرعه قبل ما نزل الكميه. يلا بينا يا جماعه، نشوف العرض ورقم التليفون هنسيبه في الوصف تحت بتاع الفيديو. يلا بينا نشوف الفيديو يا جماعه. يلا بينا يا حبايبي، غبنا وغاب الابداع وراجعين نصحح الاوضاع. الحق بسرعه العرض ما شاء الله، امهات بابيون وهاي بلس واسكندريه وسيامي، وده يا جماعه برضو لحم برضو للبيع، لو حد عايز لحم يا جماعه للبيع فطام صغير ما شاء الله. خش بقى على الهولندي الدوتش الهولندي، خش يا جماعه الامهات اللي بعيالها ما شاء الله حاجات محترمه جدا. خش هنا بقى ما شاء الله هاي بلس يا جماعه بجماله بعياله. يلا يا جماعه البابيون ما شاء الله بعياله، خش اتفرج. يلا البابيون يا جماعه ما شاء الله بعياله، خش كده على الاسكندريه بعياله ما شاء الله، على السيامي ما شاء الله بعياله، شنشيله وجمالها بعيالها يا جماعه ما شاء الله. خش ان شاء الله شوف الخرفات الصغيره ازاي يا جماعه، الهاي بلسات يا جماعه الريكس صلى على النبي. الدوتشات الهولندي يا شباب اهي ما شاء الله بالخلفات ما شاء الله الدوتشات. خش يا جماعه على الدوتشات اللي الاصفر يا جماعه، ما شاء الله حاجات ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك زيد وبارك ما شاء الله. البلجيكي حاجات محترمه جدا، وادي العيال البلاصات يا جماعه ما شاء الله، احجام صحه خلفات ما شاء الله ربنا يبارك. خش يا جماعه ما شاء الله حاجات محترمه جدا، وادي العيال ما شاء الله ربنا يبارك. هنا يا جماعه البابيون ما شاء الله، وادي العيال ربنا يبارك، اعداد وعيالك ما شاء الله. الريكس يا جماعه وجمال الريكس ما شاء الله، العشار ربنا يبارك، واحنا تحت امر الجميع. اي حد يا جماعه محتاج ارانب بفضل الله متوفر اللي انتوا عايزينه، اي كميه يا جماعه بفضل الله متوفره، الحق بسرعه قبل نفاذ الكميه ان شاء الله حاجات زي الفل. سعر يا جماعه شوف الخلفات يا جماعه، صلى على حبيب قلبك الطيب ما شاء الله. اعداد اعداد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، دي يا جماعه عشار، وده ما شاء الله يا جماعه هاي بلس حاجه محترمه جدا يا شبابيات، ادي عيالها ربنا يبارك، ادي ما شاء الله برده يا جماعه ام تانيه برده بعيالها ريكس بعيالها. خش بقى يا جماعه على الدوتش على بتاع البابي من الاصفر، وادي عيالها ما شاء الله. خش ما شاء الله على الفلندر ان شاء الله، ارنب ما شاء الله محترم جدا. خش يا جماعه على الجمال، وادي العيال وادي الاعداد. الام يا جماعه ب 500 جنيه لبعيال البابيون ربنا يبارك تمام، وادي عيالها ما شاء الله. الام يا جماعه ب 500 جنيه بعيالها، الحق العرض. والام العشار 450 جنيه، الام العشار 450 جنيه ان شاء الله، صلى على حبيب قلبك الطيب يا جماعه العلف ما شاء الله ربنا يبارك تمام. واحنا تحت امر الجميع، حاجات محترمه جدا يا جماعه ربنا يبارك، تحت امر الجميع. خش بقى على السلكات، الحق بسرعه، والشفاطات وخلايا التبريد، حاجات يا جماعه كلها بفضل الله متوفره تمام يا جماعه، كله بفضل الله متوفر، واحنا تحت امر الجميع. السلام عليكم، يلا بينا يا جماعه تابع الفيديو. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما شفنا الفيديو، شفنا العرض ما شاء الله حاجه محترمه جدا. رقم التليفون يا جماعه للتواصل والاستفسار 010-28-35-9-175 010-28-35-9-175. سعر يا جماعة البطارية 850 جنيه، 6 عيون 850 جنيه، الثمن عيون يا جماعة 1200 جنيه، ثمن عيون 1200 جنيه، مستعملة حاجة محترمة جدا، وإحنا تحت أمر الجميع، إحنا تحت أمر الجميع. طبعا ارانب عيال امهات عشار حاجات محترمه جدا، حاجات هتعجبك قوي 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 قوي. في برضه يا جماعه فطام، اللي عايز فطام هنبيع له، موجود فطام اللي عايز فطام، واحنا تحت امر الجميع في اي شيء. اي حد محتاج سلكات، محتاج ارانب، محتاج مستلزمات، بفضل الله يا جماعه كل حاجه متوفره. الحق العرض عشان العرض ده مش في اي مكان تاني، العرض ده
مش هتلاقيه في اي حته تانية. الام ب 500 جنيه بعيالها، الام يا جماعه ب 500 جنيه بعيالها. معلش العرض ده كان عرض كان ب 400 جنيه بس يا جماعه العلف ارتفع، سعر اللحم ارتفع، ادينا ثالث يا جماعه علينا. فطبعا ما نقدرش ان احنا نبيع بخساره، احنا بنكسب بس ما نقدرش ان احنا نبيع بخساره. تمام يا شباب، فالحمد لله كده العرض ساري حتى نفاذ الكميه موجوده يا جماعه. حالاتي حركه 35 ام بعيالهم، تمام، وحركه 7 او 8 او 10، فالحق نفسك قبل نفاذ الكميه. يلا بينا يا جماعه، اتصالات اتصالات بسرعه بسرعه بسرعه، واتضغط تليفوناتكم، اي حد عايز حاجه اتصل بينا حاجه الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.